أنا نملة صغيرة الحجم، رأسي صغير خصري نحيل، ردائي من الأزهار وقبعتي ورق الأشجار، نحلم بالعدالة ليل نهار. تختلط ضحكاتنا بالدموع، نهزم الشر ونعانق بعضنا، لنا في كل مكان أثر، نبذل كل جهدنا لنجعل العالم أفضل. أنا نملة صغيرة الحجم، رأسي صغير خصري نحيل، ردائي من الأزهار وقبعتي ورق الأشجار، نحلم بالعدالة ليل نهار. تختلط ضحكاتنا بالدموع، نهزم الشر ونعانق بعضنا، لنا في كل مكان أثر، نبذل كل جهدنا لنجعل العالم أفضل. جون باو، لا تقلق، لن تصاب بمكروه. مملكة يوفونغ نهاية النهر. أقلق أن تكون قد قبض عليها في المملكة؟ أجل، قلبنا النهر رأسا على عقب بحثا عنها، لما لم نستطع إيجادها؟ غير مؤكد، فربما يكون أحد الأشخاص الخيرين قام بإنقاذها. ها؟ جون باو، يبدو أن ويو ليست قريبة، سأعد مجموعة للبحث عنها. حسنا. أنت هنا؟ لما أتيت؟ أخي جون باو، لما تسير وحدك خلسة هكذا؟ الحقيقة أريد أن أذهب إلى يوفونغ، والحكيم لم يوافق، ولكني سأذهب. كان عليك أن تستدعيني. لا أريد أن تتعرضي للخطر معي، أنا لست متأكدا. أنا أيضا أشعر بالقلق عليها، كما أنني لا يمكنني أن أطمئن عليك وحدك. هذا خطير للغاية، هل تريدين أن تأتي معي؟ أجل، أريد هذا. فلننطلق إذن. ما الأمر؟ هذه المرة إذن؟ جلالتك، هذا هو صيدنا الثمين، نريد أن نقدمه إليك. أهذا عش الغراب؟ إنه يشبهه بعض الشيء، ولكنه فطر الضوء السحري. أهذا الذي يعيد العافية بعد المرض صحيح؟ تماما جلالتك، هذا ليس شيئا بالنسبة لي. الوحيد في العالم الذي وجد فطر الضوء السحري هو أنت. شكرا لك. وقد هربت ويو وألقت بنفسها داخل النهر. كان هذا أمام القائد. خبر رائع. مولاتي، هذه هي الحقيقة. استكملوا البحث لتجدوها حية أو ميتة. فلتطمئني، سنجدها. أتمنى أن أكون أحسنت صنعا لأسعدك. حان الوقت، اسمعني أيها القائد. أمر جلالتك. الملكة في غيبوبة والأميرة مفقودة، يبدو أن أيام مملكة بيشيا أصبحت معدودة الآن. شكرا لجلالتك. استعدت صحتك الآن أم ليس بعد؟ بمساعدة العصا السحرية صحتي في أفضل حال، فالهجوم السابق بسيط. هذا هو الفطر السحري، فلتحتفظي به لتستخدميه وقت الحاجة. هذا مقنع. هيا ضعوا الفطرة في صندوق الأشياء الثمينة. مولاتي، لقد وجدت هذه الرسالة. يمكن أن يكون لها رد فعل مع العصا، هذه اللوحة ليست بسيطة. ماذا تعني الكلمات؟ أنا لا أعلمها، ولكن فلتطمئني مولاتي، سأبحث عن شخص لدراستها. لانشين، هل تعلم ما معنى هذا؟ من الممكن أن تكون كلمات قديمة، سأعلم معناها بعد دراستها. فلتقم بدراستها. ها؟ ولكن مولاتي، لقد وجدت هذا. لقد أحضرت شخصا يدرس كيفية فك غطاء الحماية منذ وقت طويل، ما النتيجة؟ أنا لا يمكنك إتمام أي شيء، لذا فلتدع لانشين يتولى الأمر. حسنا، مفهوم. أمرك مطاع يا جلالة الملكة. هم.
ألديك فطر أسود؟ الباحثون عن الفطر الأسود القديم ليسوا كثيرين، سأبحث. يوجد هنا، أيناسبك؟ يبدو أن هذا قديم جدا. لا يوجد، الآن يحب الناس الشكل الجميل، لا أحد يبحث عن الأسود القديم، فقط من هم في أعمارنا من يعرفونه، لا يهم قبحه. حسنا، غلفه لي. أشعر أن هناك شيئا غريبا هنا. لا شيء غريب. ماذا كانت تشتري؟ فطر أسود. وفيما يستخدم؟ على الأغلب في شفاء المرضى. ماذا؟ أتخفين أحدهم؟ لقد نصحني الطبيب بالمشي، فخرجت لكي أشتري بعض احتياجات المنزل، فالشتاء اقترب. هل هناك شيء ما أيها الضابط؟ إذا وجدتما أي شخص مشتبه به أبلغانا. لا شيء، إنها أميرة مملكة بيشيا، يبحث عنها الجنود، خاصة عند من يبيع الأدوية، يأتون كل يوم ويقومون بالتفتيش. حسنا، لقد غلفت لك الفطر الأسود. شكرا جزيلا. ضاعت أميرة مملكة بيشيا، ومحتمل وجودها في مملكتنا. من يقدم معلومات سيحصل على مكافأة. يقع منزلي على ساحل النهر، أنظر إليه يوميا ولم أجد شيئا فيه. الكسب هنا صعب. لقد اشتريت لك أشهى فواكه مملكة يوفونغ، هيا فلتتذوقيها. لذيذة، شكرا، تعاملينني بطريقة لطيفة. هل تذكرين ذلك الشخص الذي يشبهني كثيرا؟ لا داعي لذكر هذا، سوف أقوم بطهي الفطر الأسود. لقد قلت إنك سوف تقومين بعمل شيء هام اليوم، هل هو شراء هذه؟ يجب أن تشفى جراحك يا ابنتي، لذا يجب أن تأكلي الطعام الغني بالمكملات الغذائية. وعلى الرغم من قبح هذا الفطر لكنه مغذي. إذن فهذا اشتريته من محل بعيد. خالتي، صحتك ليست بخير، المرة القادمة سأشتري أنا. إياك، فالشوارع مليئة بمن يريد القبض. عليك يا صغيرتي. لن أختبئ إلى الأبد، يجب علي أن أعود في أقرب وقت لمملكتي. قدمك ليست بخير، فما زلت بحاجة إلى العلاج. أعطيني هذه لكي أغسلها أنا. لا تتعبي نفسك، اذهبي لتناول الدواء. تناولت الدواء بالفعل، دعيني أساعدك في العمل قليلا وإلا سوف أشعر بالحرج. أنا أعرفك، لقد جئت إلي سابقا، هل وجدتم من تبحثون عنها؟ لم نجد الأميرة للآن، أوامر الجهات العليا واضحة. هل تجرؤين على عدم إطاعة الأوامر؟ بالطبع لا. لكنكم فتشتم المكان من قبل، فلترتاحوا قليلا هنا وسأذهب لأحضر لكم بعض الشاي، ما رأيكم؟ كفى هراء، ابتعدي. عجوز مثلك كيف لها أن تملك ملابس فتاة صغيرة كهذه؟ إنها ملابس فتاة الجيران. حقا؟ هيا أيها الجنود فتشوا مرة أخرى. ها.
تناول هذه الفاكهة. شكرا لك، هذه جيدة حقا. الطقس حر وعملكم شاق، تعالوا. فليتذوقها الجميع. ما هذا الصوت؟ قد يكون حيوانا صغيرا يبحث عن طعام. لقد اختبأت فوق الشجرة. خالتي لقد أرهقتك حقا. لا عليك، المهم أن تكوني آمنة. ما بك؟ ها؟ خالتي لقد قررت سأعود غدا. لا تقلقي، لن يأتوا مرة أخرى. يا خالتي إذا وجدوني عندك فلن يتركوك وشأنك. لا تقلقي، مما تخاف عجوز مثلي لا يمكن أن تغادري الآن. فوق هذا الجبل توجد أعشاب لها فوائد، سأذهب غدا لأجلب لك بعضا منها، سوف تفيدك جدا. سأذهب معك. فلنسترح قليلا يا خالتي. لقد وجدتها هنا في العام الماضي. يا خالتي لا تقلقي، لنسترح. جميلة جدا. منذ عدة أعوام فقدت طفلة صغيرة ربطة شعرها المفضلة لديها، فصنعت لها غيرها وقلت لها إنني وجدتها لكن لونها تغير. أصدقتك؟ لا أعلم هذا، لكن الربطة أصبحت المفضلة لديها دائما. رائع. هيا أكمل القصة. بعدها مرت الصغيرة ببعض المشكلات ولم تربط شعرها مرة أخرى. هيا احكي لي قصة هذه الفتاة. منذ وقت طويل ولدت أميرة جميلة وامتلأت البلاد سعادة لمولدها. لقد ولدت أميرة مملكتنا، أتمنى أن تجلب لمملكتنا السعادة والحظ. تحيا الملكة، تحيا الملكة. لقد أرهقناك بالفعل. لا عليك، فإحضار الأميرة شرف لي، وأن تعتني أنت بها هذا فقط ما سيجعل قلبي يطمئن. انظري وراءك كم هي جميلة. رائع، لدينا أميرة جميلة للغاية، سوف تجلب السعادة للمملكة. مولاتي فلتطلقي عليها اسما. أتمنى أن تكون جميلة مثل هذه السحابة، سأسميها ديون. إنه اسم رائع بالفعل، رائع. أنك لم تستعيديها، وفقا للسابق يجب أن تكون كل الأشياء مدمرة. فليأتي أحدهم لينظف هذا المكان. أيها الجندي، أين ذهب الجميع؟ مولاتي كيف تجرؤون؟ الرحمة. لن أسمع، لقد تنفست الصعداء من قبل. أخرج. هل تتحدثين عن ديون ملكة مملكة يوفونغ؟ أجل، هي من أتحدث عنها. أتعلمين؟ ديون هي من جعلت أمي تدخل في غيبوبة وتمرض.
أعلم ولكني لا أستطيع إيقافها ولذلك تركتها. إذن أنت أمها؟ بل مربيتها، رأيتها تكبر أمام عيني. هل خفت؟ أتريدين معرفة قصتها؟ لا يولد أحد بفطرة شريرة، كانت في طفولتها لطيفة وطيبة مثلك. أنت لا تريدين سماعي، فلترتاحي هنا قليلا وسأبحث عن الأعشاب. لا سأسمعك. انظري، هذه الزهرة جميلة حقا، لم أرى مثلها من قبل. أين؟ لم أتوقع أن تكون مختبئة هنا. أوشك الغروب، يمكننا أن نقضي ليلتنا هنا. ويو، هل تشعرين بالخوف؟ لا، أكملي لي قصة ديون. أتريدين سماعها؟ لقد سمعت صوتك جيدا، سوف أمسك بك في الحال يا أميرتي. لن تستطيع الإمساك بي، أنا هنا. انتظري هنا. لما أنت لست هنا يا أميرتي؟ انتظري، لا تهربي. لن تستطيع الإمساك بي، أنا هنا. أيتها الأميرة، هذه المرة سوف أمسك بك بكل تأكيد، لا تهربي. يا أميرتي، ترى أين ذهبت؟ انظري أمي، هذه فراشة جميلة. بالفعل أميون، هل يمكننا الاحتفاظ بها دائما؟ يا أميرتي، هل تحبينني وتحبين أمك؟ نعم. إذا لم تجدين في يوم من الأيام، ماذا ستفعلين؟ لا، هذا مستحيل. تخيلي هذا وفكري. سوف يجرح قلبي بالتأكيد. أميرتي، هذه الفراشة الصغيرة مثلك، لديها أم ومربية، فإذا احتفظنا بها هنا لن تستطيع العودة إلى المنزل، وهكذا لن ترى أيا منهما. أحسنت أميرتي. دويون يا صغيرتي، أين أنت؟ اليوم عيد ميلادك السادس، أخبريني هل كبرت يا صغيرتي أم لا؟ لقد كبرت بالطبع، وسريعا سوف أصبح كبيرة مثل أمي. جلالتك، ماذا بك؟ أنت بخير. دويون، لقد أعددت لك هدية، أتودين رؤيتها؟ أريدها. فلتغلقي عينيك إذن ولتبدأي في العد الآن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر. انظري، ماذا ترين؟ جميلة. هل أعجبتك؟ لقد صنعتها لك بنفسي. أعجبتني، شكرا يا أمي. أتمنى أن تكبر دويون سريعا لتصبح ملكة جميلة وطيبة. يا أمي، ماذا بك يا أمي؟ لا تقلقي، مجرد ألم في حنجرتي. لا تبكي يا دويون. هيا أكملي. لم يتوقع أحد أن بعد هذا العام ستتغير المملكة. دويون ما زالت صغيرة، رجاء اعتنوا بها. فلتطمئن ملكتنا، سوف نحمي الأميرة جيدا وسوف نفعل ما طلبته ملكتنا. تعذبت الملكة بسبب مرضها الخطير، وقد غادرتنا في صباح اليوم. وفقا لوصيتها، تصبح الأميرة دويون ملكة تحت وصاية وزراء المملكة، وذلك حتى تنضج الملكة الصغيرة. وأي شيء يخص المملكة سيؤول إلينا حله، ولا يمكن للمواطنين أن يعارضوا. أوه.
غير مريح، لا أتحمله. لا يمكن، فأنت الآن ملكة المملكة، يجب أن ترتدي هذا التاج. ماذا تعني ملكة المملكة؟ إذا قلت كلمة يجب على كل المملكة تنفيذها. ولكن أمي الملكة، لا أريد أن أصبح الملكة. أنت الملكة الجديدة والمملكة تعتمد عليك. لا يهم، فلتلعب الأميرة فقط. ها؟ ماذا؟ لا شيء، من الآن وصاعدا أنا الملك الأعظم على مملكة يوفونغ وعلى الجميع الانصياع إلى كلامي. ماذا سوف تفعل؟ لا تقلقي، هناك عدة أشخاص سيؤمنون حماية الأميرة الصغيرة وأمنها. متغطرس، لقد جعلتك الملكة وصيا عليها واستوليت على العرش. بيا، يجب أن تفكر جيدا، لا تقف في الصف الخاطئ. فعلتك سوف تخالف رغبة الملكة وسوف يعارضك كافة الوزراء. اطمئن، علينا ألا نتفوه بكلمة وهم لن يعرفوا الحقيقة. لن يحدث. أريد أن أعلم من هو الأقوى. بما أنني الأقوى ستطيعني في كل شيء، تعاون معي أضمن لك الثروة، وإذا لم ترغب بالتعاون معي ستكون نهايتك قاسية. وأنت أيضا يجب أن تطيعيني في كل أوامري. لن أتعاون مع أمثالكم، أنت خائن. إذن فلتعذرني من الآن فصاعدا، لا يمكنك إلا أن تبقى في منزلك. أخرجوه. اتركاني، مجموعة من المتمردين. ماذا؟ إنها الملكة. يجب أن تتوقفي عن الكلام، هيا فرقهما الآن. أرجوكم لا تؤذوا الملكة. بصفة الملكة أمرك بالخروج. وكأن شيئا لم يحدث. أمر مؤسف، سوف تذهبين إلى السجن. تحركوا. لا، عاملها بشكل أفضل، إنها صاحبة الجلالة، من فضلك سيري معنا. لا أريد. حسنا، إذا كانت الملكة لا تريد السير سوف نساعدها نحن. مليون، أنقذيني. يا وزير المملكة، رجاء لا تفرقنا، دعني أرافق الملكة. لا حاجة إليك الآن، كل ما عليك فعله هو الخروج من هذا القصر. هذه وصية الملكة، ستنال عقابك يا خائن. عجوز ثرثارة، فلتخرسوها. لم أتوقع أن تكون هذه قصة ديون. قد عانت كثيرا وأنا الملامة على عدم حمايتها. لا يجب أن تلومي نفسك، لا ذنب لك. إلى أين أخذوها بعد ذلك؟ الأميرة المسكينة. معذرة أميرتي، الحراس يصعب التعامل معهم، قد عانيت لأتمكن من الدخول. أنا أتألم، معذرة، لقد أرهقتك حقا. لست مرهقة كما تظنين، لقد كبرت وأصبحت شابة، يا له من أمر رائع. أحضرت لك الفطر، احتفظي به وكليه بالهناء والعافية. هيا تفضلي، أتمنى أن ينال إعجابك، إن مذاقه رائع. كيف الحال في الخارج الآن؟ كما هو معتاد، وزراء المملكة الثلاثة ما زالوا
يجمعون الثروة والشعب يتألم ولا يعارض وحل الجفاف. هذا العام توفي عدد ليس بقليل من الجوع، لكن لا تفقدي الأمل يا أميرتي. منذ يومين تواصلت مع القائد بيا. أيتها العجوز، انتهى الوقت. يجب أن أرحل. أميرتي، يجب أن تهتمي بنفسك. يجب أن أقود شعب مملكة يوفونغ للتخلص من هؤلاء الأشرار. نخبأ. يوجد عدو، لقد وصلوا. هيا حاربوهم، بالتأكيد جاءوا ليسرقوا بعض الأموال منا. لا يهم، فهذا وقت الاستمتاع الآن. هيا انصرفوا، لا تزعجونا. أجل تعال اشرب. اختفى القائد بيا. فلتبحثوا عنه، إنه ليس أمينا على الإطلاق. لقد اقتحم العدو المدينة وانتشر جيشهم في كافة أرجاء المدينة. يجب أن أرى الوضع بنفسي. وأنا سأعود. سوف أرحل أنا أيضا. هذا رائع جدا، قوموا بحمايتي وسأكافئكم فيما بعد. خالتي، احتشدنا جميعا. فلننقذ الأميرة وإلا ستقع المملكة في يد الأعداء. اسمعوا، ما هذا الصوت؟ من هناك؟ تكلم. فروا سريعا، وصل العدو إلى المدينة وفر وزراء المملكة. هل ما زلتم واقفين هنا؟ اهربوا سريعا. أحسنت صنعا، ارحل، سننقذ الأميرة. من؟ إنه أنا أميرتي، جئت مع القائد لإنقاذك. رائع، شكرا جزيلا أيها القائد. ها؟ أنا أسمع صوت قتال بالخارج. أميرتي، لقد احتللنا. أميرتي، ماذا حل بك؟ لم أتوقع أن يوم حريتي يوم سقوط المملكة. يا سمو الأميرة، فلنرحل، هنا خطر. ماذا بك؟ هل أرهقت؟ أمي، سأعود. ما الذي تقولينه؟ العودة هلاك. ها؟ لن أهرب هكذا. جعلتني أمي ملكة محبة لمملكتها وشعبها، فإذا هربت سأخيب أمل أمي. أميرتي، الملكة لم تتوقع حدوث هذا. مؤكد أنها ستكون سعيدة إذا كنت بخير. سنستقر في مكان ثم سنفكر. أمي، أيها القائد، ارحل أنتما، أما أنا فسأعود لمكاني حيث مملكتي وشعبي. ها؟ إن أرادت سمو الأميرة الموت، سنموت حماية للمملكة. شكرا جزيلا. أميرتي، إن العودة خطر كبير عليك، أرجوك لا تفعلي.